غادي نشوفوا في هذه الحلقه الطريقه ديال التحضير تاع شلاضه الفلفله مرقده. كناخذوا الفلفله بالاشكال ولا بحسب اللي متوفر عندكم، يعني الخضراء اولا الحمراء ولا الصفراء. حنا كنخلطوا الالوان لانه في المنظر ديال هاد الشليضه هذه كتجي زوينه ملي كتكون هكذا مخلطه. عندنا الفلفله، كاين معاها لتحضير الشرموله القزبر والمعدنوس، الثومه، شويه ديال الزعتر، الملحه، الكمون، الفلفله الحمراء، الخل، شويه ديال زيت نور الشمس وزيت الزيتون. بالنسبه للفلفله فحنا كناخذوها كنعملوها في اللاطه، تندهنوها بشي شويه ديال الزيت وتندخلوها للفران كتشوى في الجهه ديال الشوايه. تيمكن لكم الا ما كانتش عندكم الفران بشوايه يا اما كتشويوها على الفخر اولا فوق البوطه، لانه حنايا غادي نعاودوا نرقدوها في الزيت، فبالتالي من الاحسن اننا نتفاداو نوظفوا الفلفله مقليه. بعد ما كنشويو الفلفله تنعملوها في واحد الكيس ديال البلاستيك وتنخليوها حتى كتبرد. بعد ما كتبرد وكتعرق مزيان كنبداو كنقشروا فيها، تنكرطوها بالسكين، تنحيدوا لها الزريعه، ومن بعد كتولي عندنا بحال هكذا. مهم جدا انه الفلفله بعد ما كتنقى وكتقشر ما خصهاش تمس الماء، لان الا عملناها في الماء كتمشي لينا داك الطيبه ديال الدخان اولا ديال الشيء اللي عندنا في الفلفله. غادي نديروا دابا الشرموله اللي غادي نرقدوا فيها اولا اللي غنطيبوا فيها مازال الفلفله، فيها الثومه كيف ما قلت، القزبر ومعدنوس، الخل مع الزيوت. غادي نبداو بالتقطاع ديال القزبر ومعدنوس باش غادي نديروا الشرموله. طيبنا الشرموله، في الاول درنا الزيت، زيت نباتيه، زيت الزيتون والثومه، خليناها واحد دقيقه هكاك غير باش تطلق داك الطيبه ديالها في الزيت. من بعد ضفت الخل، وعاد باش وليت درت معاه الفلفله، حكيت عليهم شويه ديال الزعتر لانه بزاف ديال الناس ما كيهضموش الفلفله بسهوله، فالزعتر غادي تشوفوا معايا كيعطي واحد النكهه لذيذه وكيساعد كذلك على الهضم ديالها. من بعد حتى تقلات مزيان وترخات كتولي شاربه داك العطريه، شاربه الثومه، زيت البلديه وكذلك الزعتر، وكنضيفوا لها الربيع القزبر مع المعدنوس اللي قطعنا، وتنقدموها بحال هكذا. كيمكن لنا نحتفظوا بها في الثلاجه واحد 3 ايام اولا 4 ايام في واحد القرعه مقفوله مزيان، وكنبقاو نقدموها. بالصحه والعافيه، نتلاقاو في حلقه اخرى مع وصفه جديده. الى اللقاء.